رجعنا من جديد في فاير بلاي نحكيو على لاعب مستقبل سليمان اسامه بن عياد، تقريبا واحد من افضل لاعبي خط الوسط الموسم الماضي، واحد من اكتشافات البطوله خلال زوج مواسم الماضيه مع مستقبل سليمان، قاعد يقدم في مردود ممتاز. تحول النادي الكوكب السعودي في شكل بري من مستقبل سليمان. معنا بالتليفون اسامه. اسامه اهلا بك. مرحبا بك اسامه، مبارك لك العقد الجديد. مبارك فيك، عاش خويا عاش. باهي اسامه، عملت سيزون كبيره خلال الموسم الماضي. الحق انا شخصيا سنيدك في واحد من الفرق الكبيره في تونس، كان فما عروض ولا ما كانش فقط كانت السعوديه؟ صحيح فما، كان فما دي كونتاكت من زوج جمعيات كبار وجمعيه فريسك تاع نص تابلو، لكن المشاكل اللي عندهم الماديه يعني المنع انتدابات واحد سعيد يعني مش نجم نقلنا فهمت هذاك، علاش اخر يعني كما قلنا احنا كرتوشه خيرت الالتحاق بالكوكب. كي تقول لي منع انتدابات معناها نفهم النادي الافريقي. كان فما، كان فما كونتاكت حتى بالرئيس وليد ونادي الشيخ زاد فهمتني، لكن الامور الماديه ماهيش كل الجمعيات هذاك عليها. ما تفهموش فلوس والجمعيات؟ لا مش متفهموش، الكلوب ما تعرفش وقتاش الانتدابات يعني وقتاش يعني ايش تنجم تخلص الميركاتو هذا ما تنجمش، والسقس لتو بريسك ما غير رئيس ما غير حتى شيء مازالت يعني الهيئه مازالت ما تعرفش فهمتني. هذاك علاش كان كنت اتصال مع سي حمد الضوي نشكره بالمناسبه هذايا يخم فيا، ومن بعد كيما قلنا احنا الكونترا هذايا مهتلته لو ماكس يعني نشوف يعني وش الحكايه، ما فماش حدا اشبط مقدمه يا اخي. رياضيا نتصورك حبيت تكون في واحده من الجمعيات هذا من الكلوب ولا السي اس اس؟ اكيد اكيد اخي، انا قلت لك انا قلت الكونترا هذايا عنده شهر ونص ولا قداش من اللي بريسك مازال نلعبوا حتى في الكوب يعني. وما يحكيوا معايا وانا يعني نوخر فيه لوماتس باش نشوف يعني شنو الوضعيه. ما سالش ربي تشوف اللي تفكر المركات وما سالش ربي خيرت نلتحق، هما الحقيقه نادي كوكب يعني مكبش يعني يعني بالرغم يعني عنده قداش العرض من اللي بعثوه لي وانا نمثل فيهم هما يعني مكبشين فهمتني، يقعدوا يقعدوا يرجعوا لي. خيرت نلتحق معها مع الكابتن يامن. باهي، علاش الاختيار على الكوكب بالذات؟ لا هي الحقيقة حكيت الكوكب خم فيا الكوتش يامن كان معانا. يامن الزلفاني. يامن الزلفاني. ومن يعني من العروض اللي جاتني من برا محسن عبد زيد يعاون الجمعية، تنفع أنا ماديا والجمعية ماديا وزيد الفريق مش يعني. هو أنت عقدك حتى الوقت ايش مع مستقبل سليمان؟ أنا عقد نتاعي من المهم مازالوا سنين، سيزوني باش تبدا جديد فهمتني. نزيد معاهم نزيد موسمين ونخرج بري عام. فهمتك، علاش اخترتوا الصيغه هذه نتاع البري مش بيع نهائي ولا حاجه هكا؟ السعودي ما تعرف قليل ياخذ يعني جوار عامين كل يتم عام فهمتني؟ زيد المونتون اللي طلبوا سي وليد من الاول يعني ما نجمتش يعني توفروا الكلوب هذا، يتهموا في مونتون تاع بري يساعد الجمعية يساعدها مزدوج فهمتني؟ توافق عليه سي وليد. فهمتك. بيم ما تشوفش خطوة رياضية التالي أنت اللي كنت يا أسامة؟ خاصة كنت طالع عملية. نعرف رياضيا درجة أولى قاعد تشوف عندي درجة أولى مش قاعد اللي يجي يمشي تعمل عام كبير باش تمشي غادي تشوف تو فما شكون يمشي للدرجة الثانية هي الديفيزيون 3. شو يعني جوارات قاعدة تلعب فهمتني بس ما في الدور. تو اللي قاعد نشوف فيه درجه ولا ما عادش يعني كانت قبل يعني تشوف فيها حاجه يعني خطوه التالي حسب ما نشوف خاطر شامبيون هذايا بريسك من 30 ماتش وفري يعني واحد يمشي يخدم على روحه ويعيش التجربه ويخدم يعني مش يمشي في واخر مش يمشي يعطي الفلوس غاديك وحتى كي يرجع يقعد يعني يقعد في النيفو ولا يزيد يحسن من روحه. باهي شفتك منذ ايام ظهر لي بارتاجيت احصائيه تقول لي اكثر اللاعبين اللي فازوا باللي دويل الديفونسيف اسامه بن عياد الموسم الماضي. اي صحيح والله بعثوها لي على الانستاس على الفيس تاع لي دويل وصول. وصول اي الاول وصول فهمتني انا الاول والحمد لله العام اللي فات بريسك من بعد كل ماتش نحن
معنا في الستاف يعني عنده الاندكس ما يبعث لي الحمد لله الاندكس ديسك بتاع عام كامل 228 هكاك حاجه باهي فوق ال 200 وبرسك حتى في الكلوب نتاعي عملناه والسيزون قبل هذايا زاد انا في الديال واحد انا يعني من البريمير فهمت الحمد لله هذاك هو بالخدمه واضح باهي يعطيك الصحة أسامة نخليك كان تحب كلمة الختام الميساج كنت تحب توجهه جمهور مستقبل سليمان كان يسمع فيك صحيح جمهور مستقبل سليمان كلها تتكلم فيا الصباح يبعث لي ميساجات واحد صحيح تخلي عليهم بلاصة وخو نشكرهم برشا أربع سنين كانوا باهيين وإن شاء الله إن شاء الله بجاتي خارج بري إن شاء الله كان يعني خمم مكتوب تخرج على سليمان إن شاء الله واحد يرجع ونرجع كيما العادة إن شاء الله يعطيك الصحة شكرا ليك أسامة على تدخلك معنا وبالتوفيق إن شاء الله ليك في تجربتك الجديدة مع نادي الكوكب السعودي موزيكا وبعد مكملين في فاير بلاي حتى الخمسة.